أبدأ مع الدكتور مصطفى. أولا بقى لك قد إيه في مصر؟ اللي تقريبا شهرين. شهرين صحيح. قبل الأحداث ما تشتعل بحاجة بسيطة. شيء بسيط. بتتابع اللي بيحصل إزاي؟ والله إحنا أغلب الوقت فاتحين التلفزيون على الأخبار، الموبايل بتاعنا على قنوات التليجرام، لأنه طبعا مواقع الفيسبوك والأمور هاي ما بتنزل أخبار، فالتليجرام هو مسموح أكثر. كل صعوبة طبعا بنتابع الأخبار، لأنه تقريبا الفترة هاي شبه فقد للكهرباء، فقد للاتصال، حتى الإعلاميين المتوفرين بغزة صعب ينشروا الأخبار، والأخبار ما بتصلنا بالشكل التام والكامل. كل لحظة أكيد عايشينها في قلق، في خوف، في قلق، بالذات لما نسمع إحنا خبر بالمناطق اللي إحنا كنا عايشين فيها. أنت كنت عايش فين؟ أنا كنت ساكن بحي الدرج. حي الدرج صحيح. ده موجود في أنهي منطقة من المناطق اللي إحنا وسط غزة تقريبا، واللي بتتعرض الآن للقصف. ما في مكان إلا بتعرض فيه للقصف في قطاع غزة، حتى الأماكن، اللي حكى عنهم الإسرائيليين إنها آمنة برضو بتتعرض للقصف. وانت يا محمد بقالك قد ايه في مصر؟ انا بقالي شهر ونص، شهرين في مصر. نفس المده تقريبا. بتدرس ايه؟ انا بدرس طب. ما شاء الله. تبقى دكتور ان شاء الله وتشرف اهلك كلهم. اكيد ان شاء الله. وانا جيت صراحه هنا اول اشي لشرف اهلي واخدم بلدي، ولاني عارف مدى اهميه هذا التخصص اللي انا جاي ادرسه، قديش بفيد بلدي. لو كما قلت في التقرير، هو مدينه الاستشهاد. كل يوم عندنا شهداء، كل يوم عندنا جرحى. فقد ما في اطباء حنرجع احنا في نقص عندنا في هذا التخصص، خصوصا واحنا شايفين النهارده قوات الاحتلال تقصف اساسا المستشفيات. صحيح. يعني تدمر كل مستشفيات قطاع غزه، اللي هو لازم يكون عندنا في قطاع غزه، اللي هو المستشفى الاكثر مكان امن بيتم استهدافه، واكثر مكان يفترض ان يكون فيه الحياه اصبح فيه الموت. اللي هو المكان اللي بينزح الناس له تم استهدافهم فيه. بحجه انه في اعداء من المقاومه. انت تدمر مستشفى يسكن فيها حاليا اكثر من 200 الف نازح علشان واحد، يعني دكتور 200. هذه حججهم. ليك مين دلوقتي في بلدك لسه هناك في قطاع غزه؟ هي العائلة كلها. والله العائلة كلها. بس أنا جيت أنا والدي هنا بخصوص أنه يشوف كيف الأمور هنا كيف حتمشي معي، بس ولكن صارت الحرب وكان مفروض أنه يلحقوا بيكم بقية بقية الأهل. لا هو كان والدي حيروح وأنا حضرني هنا استقر للدراسة. طب النهاردة أكيد عندك قلق شديد، يعني كل لحظة أنت بتطمن على والدتك، بتطمن على أخواتك إزاي؟ هو القلق عندنا كل ثانية عندك. ليش؟ لأنه بتخاف تروح على غزة ما تشوفيش المنطقة اللي انت جاييها. احنا مش عارف ايش احكي لك، بس اطفالنا ايش ذنبهم؟ كل يوم طفل بموت. يعني اطفال العالم احسن من اطفالنا بايش؟ اطفالنا برضو بحبوا الحياة. لا والله اطفال غزة يعني شاربين المقاومة، شاربين الصمود، شاربين القوة. المشاهد اللي بنشوفها بتقول كده. يعني أنا رسولنا حكالنا زرعت فينا المقاومة إلى يوم الدين، وهذا يستمر فينا إن شاء الله. طمن على أهلك إزاي يا مصطفى؟ طبعا طمن عنهم بكل صعوبة. مين أول حد كل يوم أول ما تفتح عينك توعى تقول أنا هسأل عنه؟ طبعا الوالد والوالدة والإخوة. ده شيء طبيعي. يعني إحنا أول ما نصحى من النوم أول شيء بنفكر فيه إنه إحنا نتصل على غزة. طبعا اهلنا بوفروا الاتصال بكل صعوبه، يعني شحن الموبايل بكل صعوبه لانه اصلا ما في كهرباء. حتى بعض المنازل اللي فيها خلايا شمسيه بتم استهداف الخلايا الشمسيه. الموبايلات على البطاريات السيارات مش كده؟ ما هي برضه الوقود شبه انتهى. فاخر مرحله وصلوها بعض المنازل فيها طاقه شمسيه، لكن برضه بتم استهداف هاي الطاقه الشمسيه اللي من خلالها بيستطيع يشحن الموبايل. ففي صعوبه، يعني بنتصل عليهم اول ما نصحى من النوم، بنتصل طبعا مكالمات دوليه ومش دائما بلقط الخط. يعني كل يومين ثلاثه لما نسمع صوتهم مره. طبعا لما تسمع صوتهم بيبقى شيء بيرد فيك الروح، بيرد فيك الروح، وبنفس الوقت شيء صعب، يعني مشاعر كثير صعبه. انتوا قاعدين هنا في، قلت لي في وسط البلد مش كده؟ منطقه باب الشعريه. وانت برضه وسط البلد؟ انا ومصطفى ساكنين مع بعض.